ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم في فيديو جديد النهارده. هنعمل بقى يعني ايه شويه تنظيفات كده في الشقه قبل ما الدنيا بقى الشتا يجي وكده. في عندي هنا من مطرح ايدين الولاد او يعني الدخله بتاعت كل حته، وهم كده اديهم بقى مش نظيفه، ادي حته هي بردك حته في الحيطه اللي قصادها دي كده، بردك هنا فوق اهي عند الشباك اي حته بيقعدوا عندها بيحطوا ايديهم بيبهدلوها كده اهو. يعني تلاقي مثلا الركن ده يبقى الناحيه دي والناحيه دي، الدخله هنا الحته دي اهو، الدخلتين كده بيلمسوا. فاحنا عايزين بقى نعمل خلطه. يا حبايبي معايا بقى هنعمل خلطه هنا نغسل بيها. هنحط بقى شويه من البريل وهنحط شوية من الخل الأبيض وشوية من الكلور، بس الكلور بقى بكمية أوفر شوية أهو. وهحط بقى حوالي معلقتين كده حبة يعني حلوين من أي مسحوق. أجيب أي حاجة بقى كده ادوبهم. الخلطه دي هتبقى مركزه، انا ممكن اخفها بكميه ميه كبيره وممكن اسيبها مركزه. انا هكتفي بكميه الميه دي، الطبق ده عليه الكميه دي اهو. وهجيب بقى اللي هو السلك الناعم اللي احنا متعودين عليه، مش هجيب السلك الخشن، انا بجيب السلك الناعم ده. هقطع منه بقى حته كده اهي، هلفها كده وابدا اعمل بيها، عشان الخشنه هتجرح معايا جامد قوي. لكن انا عاوزه اشيل الطبقه اللي مش نظيفه دي يعني بقلل الخساير يعني. يلا بينا بقى نروح نعمل. يا حبايبي يلا بقى كده وقلم رصاص بقى، وشايفين شايفين بقى بتطلع مش نضيفة خالص ازاي. تبقى كده واجيب مية واعمل اكتر حاجة مقرفة ان الاطفال يكتبوا بالاقلام على الحيطة، بصراحة صعبة رخمة جدا. شوفوا كاتبين بالقلم الجاف وسايب اثر. ادخل كده بقى في الجنب ده كمان اهو، بصراحة كانت اتوسخت جدا. هنا بقى جبت اسفنجة نظيفة بمية ونزل بقى كل اللي انا عملته ده اهو. طبعا مش عارفة الكاميرا عمالة تتهز من ايدي لان انا ماسكاها.
طبعا لو في عيوب او حاجه يعني دي كده، كان في حاجه النيش كان هنا، فكل ما كنا يتزق واحنا بنزقه وبننقله الناحيه التانيه كان عمل بقى اشكال كده على الحيطه. ده مش هيطلع. هو انا على العموم يعني قريب ان شاء الله هدي وش تاني للصالتين اللي عندي، الصالتين في بعض كده والقرش، هنديهم وش ان شاء الله. بس انا بشيل الايه اكتر يعني الاوساخ الزياده اللي هي باينه قوي شكلها مش نضيف، لحد ان شاء الله ما نديها وش مع بعض كده ونعمل روتين النظافه ده مع بعض. اهو الحيطه فرقت طبعا، اهو يلا بقى بنشوف. شايفين اهي، ولو وزي كده انا بنزل عشان اشوف الحاجات اللي هي مش نظيفه، نبل كده الاسفنجه السلك بالخلطه اللي انا عاملاها، واخد كده واعمل تاني اهو. الخلطه برضو كما بتفضل شويه فيها كلور بيشيل اي بقع اي حاجه. اخد بالمية وانزل كده اهي، شايفين بقى ابيضت كده وفتحت. شايفين برضو كده كنت بدخل حاجات يعني واحنا بننقل، لازم كنت مخرجة العفش بتاع القطين كله بره، بهدلي صراحة الجدران، فلازم لازم دور نظافة. هديها وش ان شاء الله بس فترة كده، احمد بس يفضح ونظبطها مع بعض ان شاء الله. كده خلاص اهو بجد بجد، هي لو مش باينة في الكاميرا بس باينة في الحقيقة فرق. كده بقى شايفين نطفت ازاي، والفرق ما بين اللي ما اتعملتش واللي اتعملت ازاي، والحته دي برضو عملتها. بس شايفين بقى من عند الكبس من هنا كده اللون يعني حاسه انه بيض شويه، عامل بقره بيضه كده من عند الفتحه دي، لان دي بتتوسخ كتير وبغسلها كتير، فتحسي ان هي لونها راح شويه. فهنا عملت دي وعملت دي بيضت برضو، شوفوا شايفين بقى الفرق، دي اهي ودي اهي. فيلا بينا بقى نغسل الحيطه دي كمان. شايفين بقى كلمه الرصاص كانت رؤى، بننتقم بقى في الفتره الاخيره دي، بحاول ابل كده هو بعد وارجع اعيد عليها تاني. شوفوا كاتبين ازاي، كاتبين على الحيطه والله دمار. شايفين هعمل كده قبل بس كده، وهيبدأ بقى ايه يبيض تاني يعني يشقر من الكلور والخلطة، وارجع اعيد عليه تاني يعني هبل الحتة كلها. صراحة يا جماعة هي دي شقتي، محدش خيال عليها بقى، هي شقة لسه كده عاوزة توضيبات شوية، بس احسن بصراحة من اي شقة تبقى سكن وكل شوية ننقل من شقة لشقة بيبقى عذاب. ما شاء الله يا شقتي واسعة وحلوة، هي عايزة وش دهان بس كده وتبقى ما شاء الله عليها يعني. هو الدهان بس اللي بايظ. عايزة اوريكم بقى الفرق، برضو غسلت دي وشوفوا دي، عشان اما بتجيبها لوحدها كده بحس ان هي مش باينه قوي، لكن اما بيبقى في فرق ما بينهم ويبقى يعتبر ان انا غسلت هنا وهنا وهنا، ودي كمان فاضل دي ولسه عند الباب هنا كده. فيلا اهو هبدا بقى اجيب كده دي فوق القرش
اي حته جنب قاعده ايديهم بقى بتبهدلها خالص. الميه قعدت على فكره دي هي اللي ملونه اهي، يعني برضو هي بتجيب على الحيطه كده بس بتنضف وبمسح بيها خساره يعني المواد اللي احنا حاطينها فيها صراحه بتنضف وحلوه، فانا قلت ايه مش هغيرها. وبعد كده الاسفنجه بالميه النظيفه بتنزل كل دي. كوبس النور دايما كده مش نضيف. بقى لمعت ازاي؟ ما شاء الله لمعت خالص. يلا بينا على حتة تانية. وكمان بقى السيراميك بردك الدخلة بتاعت الارج بتاعت الحمام اهي، شايفين بردك من تحت كده نضف اهو. اغسله كده لحد ما ايديك تجيب اهو الارج كله. هجي بردك على الناحية التانية اهو. لازم الحاجات دي تتعمل قبل الشتاء بصراحة، الواحد في الشتا بقى ما بيبقاش قادر يعكعك في المية كتير. اه بننضف بس مش زي، شايفين بقى من تحت كده مش عارفة هو جه نقطة مية على الفلاش بيطفي ويقض لوحده. وادي بقى مشيتين هما حطيتهم في ارضيه الحمام، وخليت بقى الميه بالصابون اللي نازله بقى كده تبقى عليهم تجري تبوش بقى كل حاجه. وعملت هنا خلطه كمان نفس الخلطه، واخد بقى منها كده فصل المشيات بقى اللي هي بتاعه الحمام قدام الحمام والمطبخ في الحتت دي تبقى على طول يطلعوا من الحمام عليه. نزلتها كلها عليها هقلب كده اهو. ودي كمان عمالة بغسل فيها دايما اللي بيبقى بيطلعوا من الحمام عليها وتحت الحوض بتبقى عايزة غسيل بتتوسخ كتير. المفروض كل اسبوع كده المشايات الصغيرة دي تتغسل. شايفين بقى المية بتلمع اللون احمر بان اهو. هبدأ بقى اجيب المية شايفين المية بقى بتبيضها ازاي، بتنزل بقى كل المية اللي مش نظيفة. اهو بتنضف اهي. هنا هو حطيتها على القاعدة بتاع الحمام بقى، شايفين بقى بيضت وبقت جميلة. خطفتها من تحت والتانية اهي عايزة تعرفي كده، التانية وقفتها اهو. هما دول اللي تحت، الواحدة تحت الحوض وواحدة قدام الحمام اهي بيضت اهي.
لسه بقى الميه طبعا لما شاف احمد بقى وهو جاي من بره كده. بصراحه تعبت ما قدرتش اطلع فوق، فقلت له معلش اعملي بس الريش بتاع المروحه كده، فدنتني 3 ساعات اتحايل. شوفوا بقى مطلعه تراب في قلب الاسفنجه قد ايه. تخيلوا بقى 2 ساعة محايله واقعد والنبي يا احمد والنبي يا احمد، ما كنتش قادره خلاص، لو بصيت لفوق هدوه. وبتسكلن عليه يعني ساعات كتير، يعني مش هدوخه يعني ولا حاجه، بس قلت ان ايه يعمل لي الحته اللي فوق دي اهو. شفتوا بيعمل اي حاجه كده، اقول لك كفايه عليكي كده. طب اقول لهم ازيكم اي حاجه كده. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه.